لحظه بصير اشي انا ماليش خاص. سماعه كفوف لليان يسلموا لعيونها وضحكاتها وغنجاتها وروحاتها ومجياتها. انا صرت اعرف عالدرج دعساتها ولون كحلتها وعدد شعراتها. وشوفي قطب وزرار ببلوزاتها، وشوفي صفر من عنقها لحلقاتها، ولو لبسوها من لبس خياتها، وفستان جارتها وقميص حماتها، وعصبوا عيوني بشال من شالاتها، وغفيوا علي صوتها وهمساتها، ولو مرقوها بين 16 قمر وقفت لهم علي عزاتها، وقفت لهم عليها ذاتها. يعطيكم الف الف عافيه وكل عام وانتم بخير.